السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك بوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة موس شوكولاتة السوداء والتي استخدمتها في تورتة موس شوكولاتة وموس الكراميل. هنا استخدمتها كطبقة أولى، هنا استخدمتها في هذه الحلوى كطبقة رئيسية. بالنسبة للمقادير بكأس الأنباء وكذلك الكاب سوف تجدونها أسفل الفيديو. بالنسبة لهذا الموس يمكنكم أيضا الاستغناء عن الجيلاتين واستعماله في كتحلية أو ديسير في كؤوس فردية. نحتاج إلى 380 غرام من القشطة مخفوقة أو كريم شانتيه، 200 ملل من الحليب، و 12 غرام من الجيلاتين، إما جيلاتين أوراق أو بودرة، وهذا جيلاتين حلال مكتوب عليه حلال، يكون من أصل بقري وليس دائما يكون من أصل الخنزير. نحتاج أيضا إلى 260 غراما من الشوكولاتة السوداء، أول شيء سأقوم بوضع أوراق الجيلاتين في الماء البارد. بعدما تلين أقوم بعصرها وأضعها في الحليب، أكون قد سخنته مسبقا حتى تذوب الجيلاتين وسط الحليب، ثم أحرك جيدا حتى تذوب الجيلاتين تماما. هنا الشوكولاتة بعدما ذوبتها، إما في حمام مريم أو في الميكرويف. ثم أقوم بصب الحليب والخلط هكذا تدريجيا حتى تنسجم العناصر أو العنصرين. هنا أفضل استخدام الطراب اليدوي فهو أسهل. بعدما تنسجم العناصر جيدا أترك الخليط ليبرد حتى أتمكن من إضافته إلى الشانتيه. بعد ذلك أضيف خليط الحليب والشوكولاتة تدريجيا على الكريم شونتي وأحرك برفق من أسفل إلى أعلى حتى أحافظ على القوام الكريمي للكريمة وأحصل على موس. هنا ملاحظة، يجب أن يبرد الخليط تماما، يعني إذا وضعناه ساخن فوق الكريم شونتي سوف تذوب وبالتالي لن نحصل على الموس والقوام المطلوب. هناك عدة موس شوكولاتة، غالبا تستخدم الكريمة الإنجليزية في تحضيرها أو الكريم أونغليز. إن شاء الله سوف أقدمها لكم في وصفات أخرى إن شاء الله. هذا هو شكله وقوامه، كريمي جدا. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب وأن تشاهدوا الحلقات السابقة. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.